في عيد الدنح أو الاخطاص تحدث البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن البلاد الغاطسة في الفساد والمحسوبيات متناولا موضوع التعيينات من الباب عينه. إن الحالة البائسة واليائسة التي وصلت إليها الممارسة السياسية عندنا حتى عطلت القرارات على أنواعها وتسببت بتفشي الفساد وبتصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية وبتزايد الفراغات في الإدارات والمؤسسات بعدم ملء الشواغر وإجراء التعيينات بسبب الحسابات الشخصية والفئوية، هذا الكيان اللبناني يحفظه مبدأ المناصفة وفقا للدستور الذي يعني بمفهومه الميثاقي التوازي العادل والمتساوي في المراكز والمسؤوليات بعيدا عن تقاسم الحصص بين النافذين. أما عربيا فجدد البطريرك تخوفه من تسليم السلطة إلى أنظمة أكثر تشددا تطيح بما يسمى الربيع العربي. يستطيع المسلمون والمسيحيون في هذا العالم العربي تحقيق الربيع العربي الحقيقي النابع من الداخل لا المستورد من الخارج، وهو غالبا لأغراض سياسية واقتصادية واستراتيجية تكون على حساب مصالحهم الوطنية. إن الأصوليات الدينية من أي جهة أتت تحول الربيع إلى شتاء هدام إذا لم تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية بالمفهوم الذي ذكرنا. كذلك العنف والإرهاب ينذران بشتاء مدمر. وبعد القداس استقبل الراعي وفودا مهنئة بالأعياد المجيدة بينها وفد سوري نسائي.